طبعا العوده من السودان على اسوان كان قرار موفق، نظرا طبعا لقرب المسافه ونظرا كمان لعدد الرحلات وساعات الطيران اللي خاضتها الفرقه يعني خلال شهر فبراير من القاهره للمغرب، والمغرب رحله ترحال ما بين تطوان وطنجه والرباط ثم طنجه ثم السفر للسودان لمواجهه الهلال. فكان القرار الافضل انك انت تروح اسوان، معسكر يبدا النهارده لمده 48 ساعه قبل مواجهة أسوان طبعا في الجولة 19 من الدوري يوم الثلاثاء اللي جاي. المباراة هتكون الساعة 3 العصر برضو زي ما لعبنا مباراة الهلال. عندي كلام كتير قوي على ماتش الهلال، على أخطائنا اللي احنا يعني تسببنا بسببها في ظهور الهلال بالشكل ده، وادينا له فوز كان يبدو غير مستحق حتى على أرضه بالشكل اللي ظهرنا بيه في الشوط الاول، ثم تراجع المستوى في الشوط الثاني. لوغاريتم مباراه الهلال لابد ان احنا نتجاوزه سريعا جدا قبل مواجهه اسوان المهمه، والاهم منها طبعا مباراه سان داونز اللي اصبحت مصيريه وفارقه في مشوار الاهلي في دوري الابطال يوم السبت اللي جاي. هنتكلم في كل ده مع نجمنا النهارده كابتن اشرف ممدوح، بيشرفنا في السادسه وبنسعد بيه دايما. كابتن اشرف مساء الخير. مساء الخير يا احمد، ودايما ببقى سعيد معاك انت عارف. منور الدنيا. كان نفسي اقول لك مبروك النهارده زي ما متعودين دايما، مفيش حلقه بتشرفنا فيها ما بقولكش مبروك على فوز او مكسب او لقب او بطوله حققها النادي الاهلي، لكن وارد طبعا وسيناريو متكرر يعني يكاد يكون اصبح عاده، دايما الاهلي في دور المجموعات ما بيبقاش على مستوى طموح جماهيره، انت عارف جماهير النادي الاهلي عايز يشوف الاهلي دايما في افضل صوره. السيناريو ده اتكرر كتير قبل كده، اتكرر في معظم النسخ، في منهم نسخ بالمناسبه توجنا فيها باللقب صحيح. وفنشنا دور المجموعات مركز تاني صح، وكان من صعوبه كمان وكان بصعوبه كمان لكن في النهايه لازم نقف قدام مباراه الهلال ونقول ليه، او نشرح على الاقل للناس ليه الاهلي ظهر بالشكل ده، وخصوصا بعد عروض قويه جدا قدمها في بطوله كاس العالم لدرجه ان خلت ناس تقول لا افريقيا السنه دي في المتناول، الدوري والكاس دول اكيد طبعا اهلي. صحيح. شوف احنا تعودنا في القناه هنا وتعودنا في النادي الاهلي عموما يعني انك دايما بتقف لما يبقى عندك اخطاء، دايما بتقول الحقيقه للناس ودايما بتصارح الناس بشكل واقعي علشان ده في صالح ومصلحه النادي الاهلي وفريقه دايما او فرقه دايما. انا تعودت معاك هنا دايما اقول الحقيقه واقول الاخطاء لانه ده الصح وده اللي بيخليك تقف وتبتدي من اول وجديد عشان تصحح الاخطاء اللي موجوده، ودي الميزه المهمه جدا والاهم اعتقد من وجهه نظري في قناه النادي الاهلي، انك بالبلدي كده يعني زي ما بالمصطلح اللي بيتقال للناس ما بتقعدش تطبل او تقول اي كلام يعني تعدي بيه الهزيمه او الانكسار. ده مفيش حد هتقول له مفيش مشكله وكل حاجه صحيح. تمام بعد احنا اتعودنا في القناه نقول الصح ونقول بواقعيه جدا جدا عشان نصحح الاخطاء اللي موجوده. يعني مباراة الهلال مباراة أنا شايف إن فرقتنا كانت بعيدة جدا جدا عن الواقعية وعن مستواهم وعن الجمعية وعن كل حاجة الحقيقة، يعني ما كانش في تركيز بشكل أو بآخر في المباراة دي. حتى الجهاز الفني شايف إنه كان في بعض الأخطاء سواء في التشكيل أو في التغييرات، ومش عايز اقول فوز مستحق للهلال نتيجه اداء نادي الهلال، ولكن انا شايف النتيجه طبيعيه لانه احنا كنا بعيد جدا جدا عن مستوانا. النادي الاهلي قدم مستويات مميزه جدا في بطوله كاس العالم للانديه، واعتقد ان الاجواء هناك كانت مميزه جدا جدا، ومش عايز اقول مبررات انه اختلاف الاجواء او التوقيت اللي لعب فيه النادي الاهلي في السودان كان مختلف عن التوقيت اللي بنلعب فيه هنا او في المغرب، مش عايز اقول مبررات انه ما خدناش راحه لان كان عندنا اسبوع اعتقد قبل مباراه الهلال كان في روتيشن كمان يا احمد بشكل او باخر كبير من مستر ممكن كولر. نقف مع حته ما يفهمهاش او يحسها او يعرف يترجمها للناس يعني الجمهور غير لعيب كوره. كابتن اشرف اتفضل. هل من الممكن انه حاله التركيز الكبيره، يعني انا متاكد طبعا انه اي فريق رايح يلعب في بطوله هيواجه فيها ريال وفلامينجو وسياتل واوكلاند، بطوله اسمها كاس عالم صحيح. الميديا كلها والعالم كله عينه عليها، بالتاكيد مستوى تركيزه وانعزاله عن كل ما هو محيط به واهتمامه بانه يشارك في البطوله ويقدم مستويات كويسه يفوق اي لحظات في الموسم كله صحيح. هل من الممكن انه حاله التركيز دي ارهقت اللعيبه
او استنزفت مخزونهم من ناحية النفسية والمعنوية وناحية قدرتهم على التركيز، فظهر في تراجع شديد جدا. يعني الفرق اللي احنا شفناها دي مختلفة تماما على الفرق اللي احنا شفناها بطولة كاس عام. فهل الفكرة بس ممكن تبقى مرتبطة بالحالة المعنوية والتركيز، ولا ليها اسباب برضه؟ خليني اقول لك انه ما ينفعش نقول انه عكس ده، لانه في علم اسمه الاعداد النفسي للاعبين. ازاي بعد لعيبتي نفسيا، ازاي بجهزهم نفسيا ومعنويا لكل بطوله لكل مباراه، واحنا اتعودنا ده في النادي الاهلي. عشان كده بقول لك ان الاجواء هناك كانت مختلفه، صحيح في المغرب جدا جدا، ولكن كان عندنا اسبوع نقدر نستعيد ده. احمد انا معاك تماما ان الاجواء مختلفه، وان الاعداد النفسي لكل بطوله لا لكل مباراه بيختلف عن الثانيه، او ممكن يبقى برضو ممكن يبقى في ما خرجتش من ده. يعني تقصد ما خرجتش يعني من الاجواء؟ خليني اقول لك رغم انك انت برضو يعني احنا كجمهور ممكن نبقى الامور منطقيه بالنسبه لنا اللي حققناه في كاس العالم او ليها اسبابها يعني، لكن انت كلاعب كنت رايح واملك وتركيزك في انك تحقق حاجه افضل من اللي حققته قبل كده، وقدمت عروض صحيح بتقول ان تقدر تعمل ده، ورغم كده ما حققتش حتى ميداليه برونزيه. بالنسبه للعيبه ده شيء محبط بالنسبه لناس كتير جدا، وكان طموح كبير جدا عند جماهير النادي الاهلي انك تقدر بعد الاداء في المباراه الاولى والمباراه الثانيه والاداء الجيد جدا من اللاعبين والتركيز الشديد جدا، اللي عندك طموح انك ممكن على الاقل تاخد برونزيه كاس عالم للانديه. لكن يمكن الاخفاق في ده شويه اثر على اللاعبين، رغم انه الجميع اشاد بالاداء والجميع اشاد باداء لاعبي النادي الاهلي في البطوله. الحقيقه انا مش شايف يعني انا الحقيقه من بعد المباراه انا اتفرجت على كل مباريات الدور ده في دور المجموعات يعني طيب. اتفرجت على القطن وسان داونز، اتفرجت على الهلال وسان داونز، اتفرجت على كل المجموعه. شايف الحقيقه ان ما عندناش مبرر يكون ادائنا بالشكل ده. ليه؟ خبرات لاعبي النادي الاهلي في البطولات دي، احنا من ست بطولات وصلنا للفاينل 5 مرات، حصلنا عليها مرتين، عندنا خبرات كبيره جدا. والجيل ده انا بتكلم عن الجيل ده، احنا كان على الجيل ده، فانت عندك خبرات كبيره جدا جدا في البطوله دي، وكان عندك الوقت وكان عندك حتى الاجهاد البدني والذهني الفترات اللي فاتت اللي كنا بنتكلم عنه، لا ما كانش موجود في المباراه دي. انا الحقيقه مش لاقي مبرر غير انه غياب الجماعية وغياب التركيز الكبير جدا جدا، استسهال المباراة بشكل أو بآخر، لأنه الحقيقة غياب التركيز في المباراة دي تحديدا أنا ركزت بشكل كبير جدا جدا في المباراة، ما كانش في تركيز من أي لاعب. يعني ما فيش، وده واحد من الأسئلة، مفيش دوافع يعني، تحس مفيش دوافع من الوارد جدا الفوز يعني, وارد من الوارد جدا إنه يبقى في تراجع مستوى 2 3 صحيح 4 لعيب، لكن انه يظهر تراجع جماعي بشكل جماعي. ده حتى اللي بينزل كمان ما عندوش التركيز والدافع، لا في حاله غريبه حصلت في المباراه دي، ودي مش حاله لعبتنا. احنا لسه في البدايه، احنا الحمد لله انها جت في بدايه المشوار طبعا. لان يعني دي مباراه من 6 مباريات، واعتقد انها يعني جرس انذار كبير جدا جدا للعبتنا، وتعودنا ان النادي الاهلي الحمد لله من افضل فرق العالم اللي بيقدر يلم نفسه بسرعه جدا، يقدر يجمع لعيبته بشكل كبير جدا، غرفه الملابس دي كلها دور كبير جدا جدا في اعاده التركيز مره تانية. ولكن عايز اقول انه الحاله دي حاله استثنائيه، يعني مش احنا ما بنقولش ان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي واننا نخسر من الهلال لان الهلال كان افضل او ولكن احنا بنقول ان حالتنا في المباراه دي هي اللي وصلتنا اننا بنخسر المباراه، وبنخسر كمان ادائنا وتركيزنا جماعيتنا سرعتنا في الاداء. والله في حاجات كتيره جدا، روحنا طبعا روح الاهلي دايما اللي بتصنع الفارق طبعا، مهما كانت كل الفوارق موجوده طبعا. بتقابل فرق افضل منك فنيا، افضل صحيح. منك ناحيه الامكانيات، افضل منك كاسماء، لكن في وجود روح الاهلي، روح الفانيله الحمراء زي ما بيقولوا طبعًا. لا الفوارق كتير بتدوب، الموضوع بتختلف طبعا. الروح دي ما كانتش حاضره معانا في مش عايز اقول مبررات تانية كتير بقى يعني سواء سفر او جهاد زي ما قلت طيب. او توقيت او هي مش قصه يعني مبررات يعني احنا مش بندور على مبررات أو انا شايف انه على فكره الجمهور يمكن متضايق على الشكل الاهلي ظهر بيه، لكن مش زعلان. او خلي بالك احنا لو خرجنا خسرانين وادينا جمهورنا الاهلي ما بيزعلش بالشكل ده حقيقي، متفق معاك جدا. فهو اداء ونتيجه هم اللي عملوا. بس انت عارف دايما ايه، يعني دايما في سقف توقعات
لما بيبقى في جاب بينه وبين اللي حصل على ارض الواقع بيبقى في نوع من انواع مش هقول غضب بس احباط يعني، فاهم يعني؟ متفق معاك. والجمهور مش يعني مش شايف انه ده المستوى اللي كان مفترض يظهر، لكن هل زعلان؟ لا، احنا بالتاكيد طبعا انا واثق ان جمهور الاهلي هيدعم وهيظهر طبعا في ماتش اسوان وهيظهر في 10,000 واحد بقى، انا براهن على جمهور الاهلي في ماتش سان داونز. ولو الاستاد اتفتح للجمهور هيملى الجمهور طبعا. طبعا وهكلم معاك على ماتش سان داونز، بس نقطة يمكن بس اسمح لي، انا كنت في المقدمة بجهز كده يعني مجموعة نقاط بحب اتكلم فيها مع الناس، نقطة نسيت اتكلم فيها وعايز اسمع رأيك برضو فيها. اتفضل. والله برضو مش تبرير، الشناوي مش محتاج تبرير يعني، مش محتاج حد يدافع عنه، الشناوي جول كيبر عظيم وواحد من الحراس التاريخيين في الكرة المصرية مش بس النادي الأهلي. الكرة بتاعت الشناوي دي لو عدتها او اتفرجت على الجول بتاع الهلال دخل في الشناوي، الكرة دي لو اتعدت في الشناوي 100 مرة في 100 ملعب في توقيت غير جا استحاله تخش. قبل الكره دي على طول كان واضح بشكل كبير انه الشمس ضربه في عين الشناوي، والكره بتتثبت، هتلاقي كادر كده الشناوي حاطط الايديه الاثنين كده عشان النور او يعني نور الشمس ضربه في عينيه مش مخلياه يشوف، بمجرد ما شال ايده عشان يبتدي يحضر نفسه للعب الكره، والكره اتلعبت في الجول بشكل مباشر. انا متاكد انه مع الشمس اللي ضربه في وشه هو ما شافش الكوره، مش إساءة تعامل ومش بطء في رد الفعل زي ما ناس كتير جدا كتبت على الشناوي، لكن أنا متأكد إنها ما كانش عنده القدرة مع الشمس اللي ضربة في عينه إنه مش عارف. أنا بتفق معاك طبعا لأنها بتفرق كتير. بالنسبة لي كانت واضحة. أنا شخصيا يعني أنا مهاجم، ولما كانت بتبقى في عيني الشمس بشوفش كرة خالص يعني، الموضوع بيبقى صعب جدا. أي بني آدم مش هيشوف ده طبيعي يعني، خاصة إنك بتبقى مركز على الكرة، فأشعة الشمس يعني بتبقى عارف استحالة يعني بتبقى صعبة جدا يعني. أنا بس بستغرب إنه ان في بعض المنتقدين، مش عايز اقول كل الناس لانه النقد ما بيبقاش سلبي بالشكل ده، مفترض ما يبقاش كده. لما بتحلل موقف او بتحلل اداء لاعب وطريقه ادائه في خلال موسم، الشناوي الفترات اللي فاتت يعني شايل بنسبه كبيره جدا جدا خط دفاعات النادي الاهلي في اوقات كتيره جدا جدا. ما ينفعش في مع خطا في مباراة ان يعني اقصوا عليه بالشكل ده، وان اقول للشناوي ما ينفعش ولازم يبقى فيه بديل ولازم يبقى فيه حارس تاني وهو اللي يشيله الشناوي يقعد الكلام ده يا جماعة ما بيحصلش مع في الأندية الكبيرة، وما بيحصلش مع لاعبين كبار يعني. احنا بنتكلم على الشناوي قيمة كبيرة جدا جدا في النادي الأهلي خارج الملعب قبل داخل الملعب، لأن الشناوي له دور كبير جدا جدا مع النادي الأهلي. خطأ وارد، كل حراس العالم بيخطأوا، وأخطاء ساذجة جدا واقل من دي بكتير جدا واكتر من دي بكتير جدا، فما ينفعش مع خطا وارد انه يحصل اني اقصه بالشكل ده على الشناوي. الشناوي قادر ان شاء الله انه يتحمل المسؤوليه الفتره اللي جايه وانه صحيح يشيل النادي الاهلي. لو ليا ان انا يعني اعتب على الشناوي اعتب عليه في لقطه الجهاز الطبي. يعني مفترض انه وارد جدا على فكره، في فرق في مدارس كتير بالذات كمان مدارس الشمال افريقيه بتبقى بتشتغل على فكره انك تخرجك بره تركيزك، وانها تحاول تستفزك وانها تحاول تطلعك بره مود المباراه تماما عشان تاثر على مستواك، وما ينفعش كابتن الفريق يستدرك. دي النقطه الوحيده اللي كنت لسه هتكلم فيها، انه ما ينفعش الشناوي يستدرك بالشكل ده لانه قائد فريق النادي الاهلي وبيحمل يعني معاني كتيره جدا جدا تحت اسم النادي الاهلي، ما ينفعش يستدرك بالشكل ده يعني. صحيح يعني. وحتى لما يحصل محاولات زي كده اول واحد لازم يهدي اللعيبه ويبعدهم. انا استغربت اني شفت محمد هاني مثلا هو لسه اصغر، اعتقد اصغر لاعب في الملعب كان هو اللي بيهدي الناس ما بقاش هاني بقى صغير يعني. لا ما بكلمش انه صغير ناشئ، لا يعني هو اصغر لاعب في الملعب سنا في كل الناس اللي كانت موجوده سنا هو محمد هاني، وبالتالي يعني كان هو اللي بيهدي الناس فلا لازم الشناوي يعني ياخد باله من النقط دي لانها مهمه جدا، خاصه الشناوي يعني حارس منتخب مصر كمان ودي تفرق كتير جدا يعني. حالة متكررة حالة متكررة بتحصل وبتبقى بالنسبة لي أنا شخصيا علامة استفهام كبيرة جدا، في الدوري بتحصل، في دوري أبطال أفريقيا بتحصل، بتبدأ مباراة ممكن يبقى داي أوف، ممكن تبقى مش زي سيناريو ماتش الهلال كده، الأهلي مش موجود، الأهلي مش هو الأهلي اللي احنا عارفينه أيا كان السبب يعني، وبعدين بتستقبل بتتأخر تمام، وبعد ما بيحصل يعني ان شباكك تستقبل هدف وتبقى متاخر في النتيجه بقى بيحصل حاله انتفاضه كده، تحس ان الفريق وقف مره واحده وكانه حد صحاه قال له المباراه ابتدت، فتلاقي الفريق بيلعب كوره وبتلاقي الفريق بيهاجم وبتلاقي الفريق بيحاول وتلاقي الفريق عنده رغبه واصرار 180 درجه. السؤال هنا ليه الحاله دي
يعني بسألك وانت بقى كنت في الملعب، ليه الحالة دي ما حصلتش من بداية المباراة، او ليه الحالة دي ما حصلتش قبل ما انت بتتكلم على الفريق على 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 مباراة الهلال، لان ده لا ما حصلش ماتشات كتير قوي، يعني ده ماتشات كتير مباراة يعني، الهلال ما حصلش، ده حتى الشوط لا التاني يعني، يعني لا في الاخر، في الاخر حسيت ان الاهلي في اخر 5 دقائق 10 دقائق ضاغط بكل خطوطه، عنده رغبة في انه يسجل، بيحاول بيوصل حتى لو من بعيد، كان لينا على فكرة كورتين في الاخر كان ممكن واحدة منهم تخلص المباراة تعادل، لكن يعني اللمسة الاخيرة ما كانتش احسن حاجة في الدنيا. لكن السؤال ليه الحالة دي بتيجي متأخر؟ الحاله دي بتحصل بعد ما ابتدي، بعد ما استقبل او بعد ما ابقى يعني بيبقى تركيز، بالتاكيد تركيز، مش هتقدر تبعدها اكتر من انه حاله تركيز بعض اللاعبين بتستدعى بعد فتره من بدايه المباراه، ماتش ودي للاسف يعني شيء ماتش سيء فيوتشر جدا هنا لو جدا. تفتكروا في الدوري، واحد من الماتشات اللي كانت غريبه جدا، سيناريوهاتها غريبه جدا بالنسبه لي، كونك متقدم وبتلعب مع فريق ناقص، فاذا بفيوتشر وبتلعب بقى خلاص على المباراه انتهت، واذا بفيوتشر بيتعادل معاك، فيحصل انه الاهلي يستفيق بعد الهدف ويحاول انه يعني الحاله دي بيحصل كتير جدا في النادي الاهلي، بتحصل كتير. ويعني يعني احنا بنتكلم انه الاهلي بلس 90، ده هل من معناه الظلم ان انا اطلب انه اللعيبه تأدي ال 90 دقيقه بنفس المستوى وبنفس الضغط شوف ونفس مستحيل الرغبه؟ هتلاقي، والا انت بتتكلم في عقليه لاعب يعني اعتقد مش موجوده كتير في مصر هنا، انه يكون في حاله تركيز 90 دقيقة، ودي صعبة شوية في مصر، ولكن في حالة اللاعبين المصريين يعني، ولكن في بعض اللاعبين عندهم تركيز دائم خلال 90 دقيقة، قليلين شوية في مصر، ولكن حالة التركيز بالفعل في بعض اللاعبين بتستدعى عندها بدري شوية قبل المباراة وبيستمر في المباراة، في بعض اللاعبين بعد ما يدخل المباراة بربع نص ساعة بشوط كامل ما يقدرش يركز بالشكل الكبير إلا لما يعني ممكن يدخل مرمى هدف، ممكن مستواه يقل شويه، ممكن زملائه في الملعب او زمايله في الملعب المدرب يبتدي يوجه، في بعض اللاعبين كده، ودي حالات موجوده في كل اللاعبين في مصر وفي العالم يعني، ولكن في مصر ودي اكتر علاج شويه. يعني، معلش اسمح لي يعني، انا عارف انه مثلا لما واحد يبقى عنده مشاكل تكتيك المدرب بيشتغل عليها، عنده مشاكل بدنيه او نواحي بدنيه محتاجه تتطور مدرب الاحمال بيشتغل عليها، يعني عنده ناحيه مهاريه ممكن حتى دي اطورها عنده، لكن دي تشتغل عليها زي يعني بشوف مثلا المعد النفسي، احنا في كل العالم دلوقتي، وانت اكيد عارف ده احمد، انه في معد نفسي او طبيب نفسي بيشتغل مع الفرقه بشكل دائم وبيركز على الحاجات دي بشكل كبير جدا جدا مع كل اللاعبين. اعتقد ان صلاح واحد من اهم اللاعبين في العالم دلوقتي اللي فرق معاه بشكل كبير جدا جدا، المعد البدني والمعد النفسي، في حاله التركيز الدائم اللي موجوده داخل الملعب وخارج الملعب، ازاي بيبتدي المباراه بالتركيز الرائع ده، يعني لا بتفرق كتير جدا جدا. واعتقد ان اكتر اللاعبين في العالم محتاجين الاعداد النفسي ده او المعد النفسي ده يكون في فرقتهم هو في مصر، لان اللاعب المصري تحديدا وانا كنت واحد منهم ما بيركزش بالشكل الكبير. احمد ما عندناش العقليه، يمكن ده بسبب انك ما تربيتش عليها من البدايه من وانت صغير، ممكن يعني ليها طرق معينه واساليب معينه عشان تقدر تركز بالشكل الكامل وتقدر تبتدي مباراه وانت مركز 100%. اعتقد انك محتاج معدي نفسي طبعا عشان يشتغل على ده مع اللاعبين في مصر يعني. طيب اروح لماتش اسوان، شايف الماتش ده ازاي؟ لا قبل ما اروح ماتش اسوان عايز اسالك على ظهور احمد قندوسي لاول مره مع شايفه الفريق، كان ظهور يمكن اعتقد انه مهاراته واضحه جدا مفاجاه بالنسبه جدا. لك انه راجل يديله في ماتش زي ده؟ مفاجاه بالنسبه لي، وكنتش متوقع انه ياخد في المباراه دي تحديدا، ولكن مهاراته واضحه جدا، بيعدي بسهوله يعني كبيره جدا جدا، واعتقد انه هيكون له دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. افضل توظيف ليه من وجهه نظرك؟ شايفه الناحيه يعني، هو كان بيلعب ناحيه الشمال، انا اعتقد ناحيه اليمين هيفرق كتير جدا، لانه القندوسي من اللاعبين المهارين قوي، واللي يقدر يكون عنده يفتح مساحات لنفسه للتصويب او للمرور او للتمرير، ودي هتفرق كتير جدا جدا معنا. فاعتقد الناحيه اليمين هيكون ليه دور كبير جدا جدا فيها ان شاء الله الفتره تروح اللي جايه. لماتش اسوان، صعوبته من وجهه نظرك فكره انك انت جاي من 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 يعني مش عارف، احنا شركه طيران الشهر ده من كميه رحلات غير طبيعيه ولسه ومن بطولات مختلفه ومن ولسه مستويات مختلفه، مره امريكا الجنوبيه، مره امريكا الشماليه، مره افريقيا، مره قارات اوروبا، الستة. فانت لفيت يعني خدت راوند محترم. شايف ماتش اسوان صعوبته في ايه؟
ترجع للدوري مره ثانيه. شوف اسوان من الفرق اللي ادت بشكل مميز الفترات اللي فاتت، ومن اكتر الفرق اعتقد يعني يمكن بعد هي بعد خمس او ست الفرق الاولانيين هي في الترتيب التاسع اللي احرزوا اهداف، احرزوا 18 هدف تقريبا. فعندهم قدره هجوميه مميزه جدا، بيلعبوا بشكل جماعي مميز قوي. ولكن من اكتر الفرق كمان اللي دخل مرماهم او استقبل مرماهم اهداف، 22 هدف، ودي من اكتر الفرق اللي استقبلوا اهداف في فرق الدوري. وده معناه ان عندهم اخطاء دفاعيه كتيره وكبيره جدا. عندهم لاعبين مميزين طبعا، ايفونا وحمدي زكي، واحرزوا يمكن خمس ست اهداف كل واحد. فعندهم مجموعه من اللاعبين المميزين، عندهم مدير فني فاهم امكانياته وعارف امكانيات لاعبته كويس جدا، بيلعبوا بشكل جماعي مميز قوي قوي. وعندهم ثقه كبيره احمد، لانه يعني اعتقد انه فاز على زمالك وعلى سموحه وعلى فاركو وعلى المصري وانبي. كابتن ايمن عمل معاهم يعني في فاز على فرق طبعا فاز على فرق كبيره في الدوري، ودي اديتهم ثقه كبيره جدا. ما يميزهم هو اللعب اسوان اللي احنا لا تعودنا عليه. يعني عندهم واضح انه السنه دي في فلسفة مختلفة طبعا، ولازم نشيد بيهم الحقيقة، لأن رغم قلة الإمكانيات الكبيرة جدا جدا طبعًا، ولكن الحقيقة عاملين يعني عاملين شغل كويس مميز جدا وشغل جماعي، وده اللي يقلق شوية بس فريق أسوان، إنه بيلعبوا بطريقة جماعية يعني منظمين دفاعيا وهجوميا في الملعب. بالتأكيد الأهلي هيواجه فريق محترم، يعني فرقة مش من الفرق السهلة، أعتقد إن هيكون محتاج مجهود كبير جدا جدا من فريقنا إن شاء الله لإعادة التركيز مرة تانية، وإنك إزاي يبقى عندك سرعات اللي افتقدناها كتير جدا جدا في مباراة الهلال، إنك يبقى عندك السرعات في نقل الهجمة، ويبقى عندك المباختة في الضغط على المنافس. الحاجات دي ممكن تفرق كتير جدا جدا في مباراة أسوان، لأن عندهم أخطاء دفاعية كتيرة جدا رغم التميز الكبير والتنظيم اللي بقولك عليه، ولكن عندهم أخطاء دفاعية في التمركز والرقابة كبيرة جدا جدا في خط دفاعاتهم. شايف الـ يعني احنا يمكن ما كناش على الطريقة والتشكيل في ماتش الهلال اللي كان برضو بالنسبة لكثير من الناس بالذات في الناحية التركيبة الهجومية كان غريب شوية. أسماء ما لعبتش جنب بعضها. شايف انه ايه الشكل الأفضل لمواجهة أسوان؟ هل شايف انه في لعيبة محتاجة ترتاح، محتاجة تاخد وقتها الكافي عشان ترجع لمستواها مرة تانية؟ وصلنا للمرحلة دي ولا اللي حصل في مباراة الهلال ده مجرد كده؟ أنا شايفها يعني حالة استثنائية. يعني ما افتكرش إن في حد من اللاعبين أقدر أقول إنه مرهق بدنيا او ذهنيا الفتره دي. احنا لسه ما خلصناش الدور الاول في الدوري، صحيح مضغوطين في عدد المباريات اللي موجوده، ولكن عندنا الحمد لله سكواد هايل جدا، عندنا لاعبين اللي دعم بهم فريق النادي الاهلي الفتره اللي فاتت الحمد لله كلهم مستوى مميز. يعني لو اتكلمنا عن مروان او خالد عبد الفتاح او قندوسي او يعني كلهم لاعبين مميزين، حتى محمد اشرف اللي لسه يعني بياخد مكان علي معلول مميز. تقدر تقول ان في سكواد وروتيشن بيعمله المستر كولر كتير متوقعه في ماتش اسوان. ماتش اسوان متوقع تغييرات كتير، يعني على الاقل في الخط الهجومي. اتمنى ان السوليه، مش عارف السوليه الحقيقه، لا يعني السوليه بره المباراه. السوليه وكريستو مع منتخب تونس، برونو سافيو، اكرم طبعا، وكريم خلاص بقى السيزون ده بالنسبه لهم. يعني فكرتني باكرم وحمدي فتحي والاداء ده. اللي بنطلبه دايما من لاعبتنا، واللي الحقيقه هم دايما بيكونوا على قدر المسؤوليه فيه، ولكن اداء حمدي فتحي، اداء السوليه، اداء اكرم توفيق ان شاء الله يرجع بالسلامه، هو ده اللي افتقدناه في مباراه الهلال، واللي كان ممكن جمهورنا ما يقلبش بالشكل ده او يكون غضبان بالشكل ده. يعني طبعا هيكون في تغييرات كتيره اعتقد في الخط الهجومي. يعني اعتقد محمد شريف ممكن يبتدي، من الواضح انه يمكن اكتر الخطوط ان فيها مشكله، في مش قسم مشكله لكن في يعني الامور واضحه بالنسبه لمستر كولر في خط الدفاع وخط النص. في التبديل حتى على مستوى التبديل يعني في التبديل والتوفيق، بدل زي ما انت عايز، في استقرار شويه، تركيبه يعني قادر تركيبه معينه تركيبة. لكن على الرغم من الوفره، يعني على الرغم من وفره كبيره جدا خلي بالك قدام، لكن الراجل غالبا لسه محتار. يعني كل مباراه ليها تركيبه، لدرجه انه انا بقول ان يعني في بدايه الحلقه انه تركيبه طاهر عبد القادر الشحات بيرسي تاو دي اول مره تظهر مع بعضها. صحيح عندنا مشكله كبيره جدا قدام، خاصه في
في فكر مستر كولر، يعني هو لسه ما وصلش للتركيبه اللي يقدر يخوض بيها مباريات معينه، وهو مقتنع تماما ان ممكن التركيبه دي تؤدي الى اداء ونتيجه. طبعا مشكله اهدار الفرص يعني بقت مشكله كبيره، لان طول ما انت ما بتسجلش طبيعي انك بتستقبل، وخاصه انك يعني بتضيع اهداف سهله جدا في توقيتات ممكن تنهي المباراه. يعني خلي بالك انك ممكن في بدايه مباراه تسجل هدف واتنين من الفرص اللي بتيجي وخلاص قتلت المباراه. مش بس كمان ده بيعمل مشكله كبيره جدا، يعني صدقت ضغط وتوتر للقسم، وانت لعبت بشكل كبير جدا واعصابك اهدى طبعا. يعني طبعا ما متفق معاك جدا، وده عامل مشكله كبيره جدا لمستر كولر. واعتقد ان طلباته الدائمه انه يكون عندنا مهاجم بمواصفات معينه، يعني ان شاء الله يعني تتحقق ان شاء الله في بدايه الموسم اللي جاي مع الاسماء اللي موجوده، لان الاسماء اللي موجوده اكيد لان الاسماء اللي موجوده الحقيقه مش عايزين نقلل منهم، لان كل واحد ليه دوره وكل واحد ادى ما عليه الفترات اللي فاتت. صحيح في اهدار للفرص، ولكن يعني عملوا اداء ونتائج مع النادي الاهلي كتيره. بتكلم عن محمد شريف، بتكلم يمكن شادي لسه ما خدش الفرصه بشكل كبير، ولكن ان شاء الله يرجع بشكل كبير. كهربا ان شاء الله يرجع الفترات اللي جايه. يعني ان شاء الله في 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 انتفاضه، انا واثق من ده، من النادي الاهلي الفتره اللي جايه، خاصه ان عندك ضغوط كبيره جدا، مباراه سان داونز ومباراه اسوان في اللي جايه. سان داونز دي قصه ثانيه، يعني هنتكلم عنها اكيد، هنتكلم عنها اكيد، لان انا درست الفرقه بشكل كبير. اسوان يعني محتاجه بس تركيز، اعاده التركيز مره ثانيه. طريقه لعبنا العاديه، خلي بالك مستر كولر في معظم المباريات بيدرس المنافس بشكل كبير جدا، مش معظم الوقت، هو كل المباريات تقريبا بيدرس المنافس بشكل كبير، ودايما يعني بيبتدي المباراه. في ناس كتيره بتبقى، وانا واحد منهم، ببقى نفسي انه لا نهاجم من البدايه، نباغت الفرق من البدايه. هو دايما شويه بيأخر ده، او بيتحفظ شويه، لانه يعني انا بشوف انه مستر كولر في كمدير فني في بطوله زي بطوله كاس العالم اسهل له كتير من بطوله زي بطوله دوري الابطال. ليه؟ انا متاكد انه الراجل يعني، ولسه هو يمكن اتصدم ولسه هيصدم في الكره الافريقيه، بيكتسب يعني على خبرات. مستوى لا هو ما عندوش، انا اعتقد مباراه الهلال دي بموسم كامل، يعني ب 20 30 مباراه طبعا، وريته ملعب جديد، وريته مستوى تحكيم جديد، خبرات يعني طبعا. فهو هو لسه في افريقيا كي جي 1 كي جي 2، يعني لعب ماتش اتحاد منستيري وتونس الى حد ما، دوله يعني متقدمه كرويا، صحيح، قريبه شويه من اوروبا، فماهياش جديد عليه، لكن هو في افريقيا لسه هيشوف نيرف المباريات الافريقيه مختلف تماما تماما. واعتقد انه بيكتسب خبرات كبيره، كل حاجه مختلف تماما، كل حاجه، الفرق والكره في افريقيا مختلفه، الروح الرياضيه في افريقيا مختلفه تماما، كل حاجه. ولازم الحقيقه انه يعني يكون في رد فعل طبعا من النادي الاهلي بعد ما يعني ما حدث في مباراه الهلال. واعتقد انه ان فرقتنا حست قد ايه بعد المباراه وبعد الخساره، انه كان لازم نتعامل مع المباراه دي بشكل مختلف، من التركيز ومن الاداء والروح والقتال. احنا بنحب الرد في الملعب يا كابتن، ان شاء الله طبيعي، ان شاء الله ان شاء الله هيكون في الملعب باذن الله، في الملعب ان شاء الله. يعني مستر كولر شويه بيتعامل مع كل مباراه على حده، وبيتعامل مع كل مباراه بطريقه معينه، نتيجه انه بيدرس المنافس بشكل كبير. عشان كده بقول لك التغييرات اللي متوقعه من وجهه نظرك، او اللي تشوفها افضل للفرقه في الماتش بتاع اسوان. شوف انا شايف ان بالتاكيد يعني نفس الخط الدفاعي اللي موجود، اللي كان موجود في مباراه الهلال في خط الوسط، هاني وياسر ومنعم، هاني وياسر ومنعم ومعلول اكيد، او متولي لو ما تريحش هاني وتبدا بخالد عبد الفتاح. خد بالك، انا شايف ان هاني، بص خلي بالك في حساباتك ماتش سان داونز برضه، انا معاك، بس انت محتاج كمان انك تعيد الثقه شويه بفوز لجمهورك، مش تقليلا من هاني، بالعكس، ده هاني ماشي بشكل جيد جدا، هاني ماشي كويس قوي، رائع. يعني انا بقول اريح هاني، يعني وخصوصا انه خالد كمان، يعني خالد فورمه كويسه وماشي بشكل جيد وارق. يعني بص انا ما عنديش مشكله في التبديل ده، خلي بالك انت لسه قايل كلمه مهمه جدا، او اكسبريشن مميز جدا، ان التركيبه اللي استقر عليها او التوفيق والتبديل في خط الدفاع وخط الوسط
مميز هو تمام. خلاص مستقر عليه، فما عندكش تمام. مشكله في ان حد اي حد منهم يطلع يبتدي حد. ما عنديش مشكله بده بتاعتهم متولي الاثنين بيأدوا بشكل مميز، حتى ربيع كمان بصراحه يعني ماشي بشكل جيد. طب خليني اقف مع التشكيل الافضل والطريقه الافضل من وجهه نظرك، وهل تستوجب تعديلات وازاي تبص لها انك تحقق الاستفاده الاقصى وانت برضو بتحضر لمباراه سان داونز طبعا. الصعبه لان الموضوع قريب جدا 3 ايام. خلينا نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا وضيفنا النهارده في سادسه كابتن اشرف ممدوح. وقفنا عند قصه ماتش اسوان والعناصر الافضل لخوض المواجهه دي من وجهه نظر كابتن اشرف ممدوح. الكلام ده كان قبل الفاصل. مره ثانيه ارحب بكابتن اشرف واقول لك شايف تشكيله الفرقه ازاي، وخصوصا الجزئيه الخاصه بخط الهجوم. اهلا بيك يا احمد. يعني اعتقد ان بص التبديل والروتيشن الفترات اللي فاتت، يعني اعتقد انه في كل الفرق، يعني مستر كولر مش مثبت حد بشكل او باخر فترات طويله او مباريات كتير. عندي منعم معلول ديانج يعني الشحات. منعم احيانا بيقعد لما يكون مصاب صحيح، ولكن صحيح. بياخد فتره من من الراحه. يعني ديانج احيانا بيلعب السوليه وحمدي فتحي احيانا، يعني يمكن البديل الوحيد علي معلول الوحيد اعتقد اللي مالوش كان الله يعني ما بيحصلش مشفق على معلول التبديل دي طبعا. بس محمد اشرف برضو نديله حقه، يعني حتى الوقت اللي خد فيه لا ظهر بشكل كويس. انا شايف انه يبتدي ياخد، يعني عندك بطولات كتير وعندك بتشارك في مباريات كتير فيعني اعتقد تريح معلول في ماتش اسوان. لا انا شايف انك تلعب بسكواد يعني كامل وقوي تنهي المباراه وبعدين تريح فرقتك. انا شايف ده يعني لانه انت محتاج فوز في التوقيت ده، محتاج اعاده تركيز واعاده ثقه واعاده شحن معنويات للاعبتنا. انت لازم ان شاء الله المباراه دي، يعني ما فيش كره قدم كده ولكن اصرار على الفوز بشكل كبير، فلازم تلعب بتشكيل اساسي ويقدر يخلص المباراه بشكل كبير من بدايتها. يعني التغيير في وسط الملعب مش هنتكلم اكتر من ديانج وفتحي تمام. اعتقد القندوسي لازم يعني يكون له دور يبدا، لانه التكتلات اللي هتبقى موجوده في مباراه اسوان محتاجه المهاره ومحتاجه ان حد يقدر يكون عنده حلول داخل الملعب. قندوسي عنده الحلول دي، بيمر بسهوله جدا جدا، بيمرر بشكل كبير، واعتقد ما خدش وقت عشان يندمج. يعني انا شفت الجزء اللي لعبه من المباراه ما كانش عنده مشكله في الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، اندمج بشكل كبير وانسجم مع الفرقه بشكل سريع. يعني فالقندوسي شايف احمد عبد القادر ناحيه الشمال، محمد شريف يبقى موجود في الخط الامامي. يعني اعتقد ان ده التشكيل الامثل، التشكيل الامثل في المباراه في طيب. القادمه ان شاء جزء الله. جزء كبير من اهميه المباراه دي، يعني طبعا انا بشوف انه وما زلت باكد ان الموسم لسه برده ما بداش. يعني شوف انت خلصت كاس العالم ولعبت كام مباراه صعبه وكسبت ابطال قارات، لكن الموسم وصعوبة المباريات وتتابع وتوالي المباريات لسه ما بدأش. انت داخل على سيزون في منتهى الصعوبة، وبداية من ماتش سان داونز وصورا للقطن بره وسان داونز بره تاني، وبعد كده لما نروح ان شاء الله لدور الثمانية والأربعة ان شاء الله هيبقى في مواجهات من العيار التقيل وماتشات ممكن تخلص من فرصة واحدة. صحيح. هنا بقى هقف معاك شوية، وكنت بقول لك في الفاصل لفت نظري جدا الدور اللي بيلعبه كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي في الريال وفي البارسا، طبعا مهاجمين من طراز رفيع. انا مش انا اللي هتكلم على ليفاندوفسكي وبنزيما، لكن انا بقيت اشوف تغير في كيفيه ادائهم لادوارهم. براس الحربة العصري النهارده اللي بينزل في اوقات كتير جدا عند الدايره، بينزل نص الملعب، يخلق مساحات ورا، يخدم على ويستلم ويصنع ويسجل ويعدي 1 تو 1، يعني بيعمل كل حاجه في الكوره. مين في سكواد الاهلي الاقرب لانه يقوم انا مش بقارن بس يعني عشان برضو مقارنه ما تبقاش مجحفه او ظالمه، لكن مين في سكواد الاهلي يقدر يقدم او يلعب دور راس الحربه بالمواصفات دي؟ شوف الدور اللي بيقوموا بيه، وانا شايفه من وجهة نظري البسيطة، يعني انه بيأدي الدور ده على اكمل وجه سواء ليفاندوفسكي او بنزيما، لانه مش مستعجل انه يحرز اهداف. ما عندوش، هو طبعا راس حربة لازم يبقى عنده طمع وطماع جدا جدا وعايز يحرز اهداف، ولكن هو مش مستعجل، هو عارف انه كده كده هيسجل
ولكن انه يخدم فرقته او يخدم على فرقته بالشكل اللي اتكلمت بيه يا احمد ده، انه بينزل وبيساعد وبيفتح مساحات للناس اللي جايه من تحت، خاصه طرق اللعب اتغيرت، ما بقاش الاعتماد بنسبه 100% على المهاجم في احراز الاهداف. زمان كنا بنلعب باثنين مهاجمين، وبالتالي كان كل الاعتماد على الاثنين المهاجمين دول في الكرات العرضيه والاختراقات، وانه يقف بلوك قدام المدافعين، وانه يبقى محطه لكل الكرات اللي جايه من تحت. لا، الادوار اختلفت، انه بيفتح مساحات لكل العناصر اللي جايه من تحت، خاصه انه طرق اللعب الجديده بقى عندك الناس اللي بتيجي من تحت لازم يكون عندها سرعات كبيره، لازم يكون عندها سهوله في المرور، لازم يكون عندها حلول كبيره جدا جدا بتصنع الفارق. يعني لاعب يكون بيقدر يصنع الفارق لما بيخترق او يمر او يعدي من المنافس عشان يقدر يصنع هدف او يحرز هدف. فدور المهاجم الفتره الاخيره او السنوات الاخيره ما بقاش ملخص في انه يحرز هدف، بدليل انك بتشوف في بعض الاسماء او في بعض الفرق اللاعبين اللي تحت المهاجم بيكونوا احيانا بيحرزوا اهداف اكتر شويه من المهاجم الصريح يعني. الدور ده في النادي الاهلي يعني مش عارف، يعني ممكن شريف لو قدرت تطور منه شويه من ادائه. انا كنت لسه بكلمك ان محمد شريف ما يقدرش يؤدي دور الجناح لانه ما عندوش المهارة الكبيرة في المرور، ما عندوش انه يقدر يرجع زي ما مستر كولر محتاج الجناح ده انه يرجع كل دور دفاعي، ما عندوش الادوار دي. وبالتالي محمد شريف ممكن تطور من ادائه ده، خاصة انه محطة جيدة، يعني بيلعب برجليه الاثنين كويس، بيعرف يخترق في العمق بشكل مميز جدا جدا، ودي من اهم مميزاته. وبالتالي لا، ممكن تطور من طريقة ادائه ده يقدر يؤدي الدور ده. كهربا في بعض المباريات، رغم ان انا وانت متفقين ان كهربا يعني في حتة المهاجم الصريح دي صعبة عليه، وهتبقى مش صعبة ولكن مش هتخليه يعني يطلع كل اللي عنده او خليه يؤدي كل ده، مش تقليل لا من كهربا ولا من خليف، يعني كنت بتكلم مع اشرف، هما اتنين لعيبه هدافين، يعني رجليهم عارفه الطريق للمرمى، لكن المهاجم الافضل ليهم يعني ايه الافضل اللي تقدر تستفيد من امكانياتهم. لا، كهربا طبعا في ناحيه في الجناح، بنزيما استحاله يبقى جناح، مستحيل طبعا، ليفاندوفسكي مش ممكن يبقى جناح، صح ولا ايه؟ طبعا فهي بس ادوار وامكانيات، مش ممكن يلعب في اي حته غير انه يبقى راس حربه يعني. امكانيات انت بتوظفها لصالح فرقتك، وبالتالي لا، في امكانيات كثيره لعيبتنا تقدر تستغلها، ومحتاجين شغل عليها كبير الفتره اللي جايه عشان تقدر تستفيد منها. ليه بقول لك كده؟ لانه احنا داخلين على حسابات شويه معقده، والامور لن تحتمل، يعني لن تحتمل باذن الله، باذن الله طبعا كتير في الدوري او في دوري الابطال. واتفق مع كلام كابتن اشرف ان كل مباراه في الدوري مهما كان اسم المنافس مهمه جدا، لانه احنا داخلين على مرحله مش عارفين هتبقى ظروفنا فيها عامله ازاي، فمهم جدا انك تحافظ على الفارق، ومهم جدا تكسب 3 بونت، تكسب ولا تلعب، همشيها كده. مش مهم الفتره دي على الاقل، فتره الضغوط الكبيره جدا، تكسب ولا تلعب، ضغوطات يعني كبيره جدا، فبراير ده لوحده 6 7 مباريات، يعني 8 ماتشات، 8 ماتشات بتاع في 8 ماتشات، منهم 6 مع ابطال، 6 سان داونز، لعبت 4 في كاس العالم مع ابطال قارات طبعا، ولعبت مع الهلال، وهتلعب مع سان داونز، 6 ابطال، مش ماتشات صحيح. صحيح. وفي ماتش الاسوان وماتش الداخليه، فثمان ماتشات، شوف كام رحله سفر، شوف كام مباراه صعبه. عشان كده بقول لك في ماتشات هتلعب على التفاصيل، ومنها من هنا بتيجي اهميه سان داونز، واللي يزود من اهميه سان داونز هو مكسب الهلال اللي خد مركز ثاني منك، وعنده مباراه نسبيا اسهل، وعنده يعني مباراه القطن، يعني ممكن أسهل. نقول انا في حلقه انت كنت فيها معايا كنت بقول انه المنافسه في المجموعه دي هتبقى ثلاثيه، الاهلي والهلال وصن، صحيح، والهلال السنه دي غير وقد كان واثبت انه غير، فبالتالي ماتش سان داونز انت محتاج تكسب، وسان داونز واحد من افضل فرق اللي بتلعب كره في افريقيا، مباراه صعبه، يعني انا شايف ان مباراه صعبه. كويس انك انت اتفرجت على الماتش، اتفرجت على مبارياتهم مع الهلال ومع القطن الكاميروني. المباراه الاخيره، شوف عندهم ذكاء في طريقه اللعب مش طبيعيه يا احمد، يعني هو زي ما انت قلت كده، تكسب ولا تلعب. يعني هو خد ال3 نقط، احرز 3 اهداف، خلاص موت الجيم باللعب كده، موت الجيم بالبلدي كده، خلاص يعني بيتعامل مع المباراه بحرفيه شديده جدا جدا، مدير فني فاهم وعارف بيعمل ايه، عنده قدرات وامكانيات للعيبته مميزه جدا جدا. شوف، لابد انك تحترم
صن داونز، فريق محترم جدا جدا، تدعيماته مميزه جدا جدا، بيعتمدوا بشكل كبير في البلد ان على حارس المرمى جونز، اعتقد اللي لسه متعاقدين معاه من 6 7 لاعبين جداد انضموا للفرقه. كورته كويسه جدا، بيبتدي الهجمات بشكل كبير، يعني 90 او 99% كمان من بدايه هو الهجمات. هو استقبل الهلال من على ارضه وخرج للقطن بره، صح؟ القطن بره. حارس مرمى الصن داونز من اهم الاوراق اللي فيه، من اهم الاوراق، لانه بيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا جدا في بناء الهجمات. حارس مميز، التصوات عنده تركيز كبير جدا جدا، ولكن عنده رغم كل اللي انا بقول لك عليه ده عنده ثقة كبيرة جدا جدا. يعني القطن الكاميروني كان ممكن يحرز هدفين او 3 من نتيجة الاخطاء في بناء الهجمات. هو عنده ثقة كبيرة جدا، ودي بتدي احيانا اخطاء كتيرة في بناء الهجمات. ودي من اهم النقط اللي ان شاء الله لازم النادي الاهلي يركز عليها، واكيد مستر كولر هيدرس ده بشكل كبير. وسط الملعب عندهم سرعات كبيرة جدا، معدل الاعمار ما بين 22 23 سنه، ودي بتديهم يعني لياقه بدنيه كبيره جدا وقدره جسمانيه كبيره جدا، سرعات رهيبه يعني في وسط الملعب وفي نقل الهجمات. كانوا بيعتمدوا احيانا في بعض توقيتات المباراه على الهجمات المرتده في سرعه غير طبيعيه في نقل الفريق الهجمات. الافريقي اللي يعني بحس انه قريب جدا من الكره الاوروبيه جدا، ايقاع لعبه بصراحه السرعات جماعيه بتاعته غير طبيعيه كمان، جماعيه يعني مش طبيعيه يعني، وبسرعه مفيش الكره اللي هي بالتصوير البطيء دي، لا لا مفيش خالص، مفيش لعيب واقف في الملعب، مفيش لعيب بيستلم ويلف يعني دايما دايما التمرير مع الحركه حركة، ودي حركة. بتديهم سرعه جدا في نقل الهجمات وفي انهاء الهجمات. الباك رايت والباك ليفت عندهم سرعات كبيره جدا، وبيرتدوا بسرعه اكبر بكتير من الناحيه الهجوميه. فريق انا شايف انه من الفرق الخطيره جدا، واللي اعتقد انها ممكن ان شاء الله تنافس باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي على البطوله الموسم ده. النادي الاهلي ان شاء الله قادر انه يتخطاها باذن الله، ولكن محتاجه دراسه كبيره جدا جدا لفريق صن داونز. هو بالتاكيد جاي ياخد 3 بونت، يعني هو بالنسبه له 3 بونت يأملوا له خلاص، يأمنوا يعني بشكل طبعًا كبير تذكره من التذكرتين. وخلي بالك مبارياتنا مع صن داونز دايما هم عندهم عجرفه شويه في الاداء في كره القدم، يعني عندهم ثقه كبيره جدا في انه ممكن يكسب اي حد او يفوز على اي حد، ودي احيانا بتبقى سلاح ذو حدين. فانت ممكن تلعب على ده ان شاء الله باذن الله تعالى في مباراه السبت ان شاء الله امام صن داونز. عندهم نقط ضعف زي اللي قلت لك عليها دي، الثقه الكبيره جدا عند حارس المرمى في عمليه البيلد ان من تحت، شويه الـ رغم انه بيبتدي الهجمات من تحت وفي سرعات كبيره جدا، ولكن السرعه في نقل الهجمات والاختراقات من العمق عندهم ممكن تعمل لهم ازمه كبيره، خاصه انه كل اللاعبين تقريبا ما فيش حد عندهم بيبقى فيه ثبات في المكان بنسبه كبيره، يعني خط الدفاع احيانا في واحد منهم دايما بيزيد مع خط الوسط، ودي شويه هتدي بعض المساحات عندنا في المباراه. الباك رايت والباك ليفت طريقتهم هجوميه جدا جدا احمد في يعني طريقه لعب المدرب اساسا بيعتمد على الاطراف بشكل كبير، وبالتالي هيكون عندك مساحات في خط ظهرهم. في بعض الاخطاء عندهم او بعض نقاط الضعف اللي ممكن ان شاء الله نستغلها بشكل كبير، رغم انهم فريق جيد جدا جدا، واتمنى ان شاء الله دراسه الفريق ده بشكل كويس اكيد طبعا. مستر كولر هيشتغل عليه واحنا كمان هنشتغل عليه، وهيكون معانا حلقه بس طبعا احنا مركزين في ماتش اسوان طبعا. اتغيرت الخريطه يعني في افريقيا، تابعت ماتشات السنه دي، انا شفت ماتشات الحقيقه، شفت قوه جديده يعني بتظهر الحقيقه، فرق ظهرت بمستوى كويس جدا في البطوله. مين لفت نظرك في بطوله دوري الابطال مستوى يعني مش بس المجموعه بتاعتنا يعني؟ يعني ما تابعتش بشكل كبير كل الفرق، تابعت مجموعه النادي الاهلي يعني، ولكن يعني اعتقد الترجي بعيد شويه، الترجي شايفه مش من الفرق مش مستوى الترجي الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت. بلوزداد ايه؟ بلوزداد فرقه محترمه جدا جدا، اتفرجت على اجزاء من المباراه، فرقة محترمة جدا جدا، وعندهم اعتقد ان هم جددوا الفرقة لان عندهم مجموعة جديدة من اللاعبين، فرقت في طريقة اللعب جدا جدا.
صن داونز مميزين جدا الموسم ده. المنافسة لا، مين بينافس الأهلي على اللقب السنة؟ أنا شايف صن داونز، شايف الترجي برضو رغم أنه بعيد، ولكن ما تقدرش تحكم زي ما نقدرش نحكم على النادي الأهلي دلوقتي المجموعات. في دور المجموعات ولكن في أسماء في دوري ابطال افريقيا بتقول دايما انها بتقدر تسترجع قوتها مره تانية وتقدر تستعيد خبرتها وذاكره الانتصارات مره تانية. فالترجي طبعا من ضمن الفرق اللي ممكن تنافس الموسم ده على دوري الابطال. نظرتك للموسم ده اشرف فيما يتعلق بمشاركات الاهلي والبطولات الاهلي كنت عددها كده احمد لو سمحت كتير عشان بس كتير حدث ولا حرج عددهم يعني. يعني خلصنا كاس عالم بنشارك طبعا في دوري وكاس أيوة. كاس قديم ولسه في كاس تمام. جديد تمام. بنشارك في دوري ابطال افريقيا وباذن الله مكملين المشوار ان شاء الله باذن الله رايحين لسوبر ليج تمام. والجديد انه في كلام طبعا على البطوله العربيه يعني بتكلم في ست بطولات في الموسم قلت الموسم الاصعب في تاريخ الاهلي طبعًا. كله من 1907 طبعا يعني ست بطولات ومفترض انك هتلعب على الفوز بكل بطوله مفترض ان جمهور النادي الاهلي عايز النادي الاهلي جمهور الاهلي هيزعل لو الاهلي خسر بطوله منه يعني لو جبت خمسه وخسرت الكاس مثلا هتلاقي الناس زعلانه ازاي الاهلي فرط في الكاس. فهو طبعا في ترتيب في اولويات يعني انا شايف انه صعب جدا جدا علي فريق في العالم مش بس النادي الاهلي انه يحتفظ بست بطولات هو طبعا وارد انه يحصل ونتمنى ان شاء الله عملها. يعني مره كل فين يعني ما بتحصلش ما بتتكررش كتير صحيح. يعني لانه انت بتواجه بطولات مختلفه ونوعيات مختلفه يعني انت بتتكلم في كاس العالم الانديه بطوله مختلفه تماما مستويات مختلفه البطوله العربيه على فكره الناس كتير بتتكلم عليها النهارده بطولة كبيرة انا اقول لكم واحده من يعني اقوى البطولات العربيه هتبقى في مستوى اقوى هتبقى اقوى من السوبر ليج ده اكيد وهتبقى في مستوى منافسه كاس عالم انديه. عايز اقول لك انها يعني التلات بطولات دول دوري ابطال افريقيا السوبر ليج بطوله العربيه انا شايفهم تلات بطولات كبار جدا جدا جدا, جداً مستويات مختلفه وعاليه جدا جدا في كره القدم عايزين وبالتالي يعني سوبر دوبر لعيبه عشان تاخد الثلاث القاب دول محتاج ده جدا محتاج دعم جمهور النادي الاهلي لعيبته لانه وان كان برضو خلينا نتفق انه اعتقد يعني لو زمايلي فريق السادسه ياكدوا لي انه البطوله العربيه وبطوله السوبر ليج هتبقى بعد موسم يعني بعد فتره انتقالات صيفيه وبالتالي الاهلي يبقى عنده فرصه انه تدعيم يدعم سكواده بشكل كويس انا اعتقد انها هتبقى بعد هتبقى بعد وهيبقى كمان عندك يعني برضو دي لازم تتاخد في الاعتبار انا كجمهور باصص لها بصراحه واكيد الاداره باصه لها انه فكره الجوائز بتاعه السوبر ليج والجوائز بتاعه البطوله العربيه هتديك دفعه ماديه كبيره جدا انك انت تبص لفكره سوق الانتقالات بشكل مختلف. لازم تبص لده استثمار رياضي النادي الاهلي من افضل الفرق في افريقيا اللي بتستثمر رياضيا وياخدك لكاس عالم طبيعي. في السعوديه في نفس السنه دي برضه فالمفروض انها كاس العالم السنه دي السعوديه ديسمبر اعتقد ديسمبر فبالتالي يعني تقدر تستفيد بدول في انك انت تروح كاس عالم بطموح صحيح كبير يعني مش عايز بس برضه هل ده احنا بنحلم بده احنا كجمهور بنحلم بده لكن هل ده ممكن شوف في كره القدم مفيش حاجه بعيده ولكن البطوله العربيه في 8 في صعوبه استاذ محمد ابو علي هو بياكد دي البطوله العربيه في 8 والسوبر ليج هيبقى في 10 و11 تمام مفيش تعارض يعني مبدئيا مفيش تعارض بس هيبقى واحد تلاحم مواسم لانك انت هتخلص خلاص هنا مش هتقدر في نص سبعة هتروح بطوله عربيه في 8 هتبتدي دوري في 9 هتخش في سوبر ليج في 10 و11 في كاس عالم في 12 انت محتاج يعني تدعيمات انت محتاج قايمه 60 لاعب سكواد غير طبيعي محتاج قايمه 60 لاعب محتاج تجهز كمان ولا الافضل ليك انك تركز عشان الناس ما هو ده اللي انا بقول لك عليه ان طبيعي ان يبقى عندك اولويات يعني اعتقد ان هيكون في جلسه كبيره ومهمه جدا بين مجلس اداره وبين الجهاز الفني. مستر مارسيل كولر هو اللي يحدد ده؟ لا اعتقد ان يكون عامل مشترك ما بين مجلس الاداره هما اكيد طبعا مجلس الاداره هيناقشوا بس في النهايه بعد المناقشه القرار هيكون القرار النهائي طبعا بيكون للجهاز الفني وحسب قدراته وامكانيات واكيد هيبقى له طلبات على إيه؟ عشان طبعًا. يعني اذا كانت الاداره لها رغبه
في انها تشارك في البطولات دي كلها، وبالتاكيد طبعا التتويج بالقابها هيكون هو كمان عشان يقدر ينفذ ده ليه متطلباته اللي على اساس هيقدر يحدد. انت بتشارك في كل البطولات على انك بتنافس. انت عايز ايه؟ انا من وجهه نظري بطوله افريقيا مهمه جدا جدا، دوري ابطال، دوري ابطال طبعا، بطوله عربيه مهمه جدا، واتمنى ان احنا نشارك فيها لانها قويه ومستويات مختلفه وكمان العائد المادي منها كبير جدا جدا، وخصوصا الاهلي هيخش على مرحله المجموعات على طول. طبعا السوبر ليج كمان مهم جدا جدا، الدوري وكاس العالم مهم جدا جدا. بص ما تبصش لكاس عالم، لان انت لو خدت بطوله افريقيا خلاص انت موضوع منتهي يعني، فانت مش محتاج تبص لده يعني. البطولات المحليه انا شايف انه يعني لو ركزنا في البطولات القاريه الكبيره دي العائد منها كبير جدا، مش العائد المادي بس، عائد انك الاستفاده من المستويات دي فنيا بيفرق كتير جدا، وهيفرق كتير جدا مع لاعبتنا يعني. فاتمنى ان شاء الله انه يعني يكون في ترتيب للاولويات، وان شاء الله النادي الاهلي باذن الله قادر ان شاء الله على المنافسه باذن الله. الاهلي عودنا دايما يرجع اقوى دايما من الاول، ومعلش وارد جدا وبتحصل وحصلت كتير، وقمنا بعدها انتفضنا واثبتنا للجميع ان احنا اسياد القاره طبعًا. الافريقيه باذن الله ان شاء الله كل يعني انا متاكد ان شاء الله من قدرتنا على تجاوز اسوان، ويبقى الاختبار الحقيقي الحقيقه واللي اتمنى ان احنا ننجح فيه هو مباراه سان داونز، ورهان كبير جدا من النهارده بقولها على الجمهور اللي هيحضر في ملعب المباراه. كل التوفيق لرجالتنا بدايه من اسوان وصولا لسان داونز. بشكر نجمنا وضيفنا النهارده كابتن اشرف، بنسعد ونستمتع بيك كالعاده. اشكرك جدا جدا يا احمد، كل الدعم للنادي الاهلي، وانا واثق وبضم صوته لصوتك طبعا ان جمهور النادي الاهلي هيفضل يدعم النادي الاهلي طول الوقت ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليكم على المتابعه، بكره نتقابل حلقه جديده السادسه، تحياتي لكم.